لما ملاك يقولك إنك أجمل واحدة وأرفع بنت، صدقيه مش الشرير. حبيبتي، أنت محتاجة وزنك يقل حالاً. أهو الجينز بتاعي من وأنا في أولى إعدادي، أتمنى إن أنا أقدر أدخل فيه. أو لأ، مش قادرة أقفله، دي حاجة فظيعة. كنتي متوقعة إيه يا جيلي بيلي؟ أنتي لازم تخسي. لأ، أنتي جميلة يا ملاك، خليك في نفسك. طيب، الفطار الرائع جاهز. أوه، بيكن، بحبه. ده لذيذ. لو سمحت، ده كان فطاري. دونات، أنت عاملة دايت. خدي تفاحة كوباية مية واستمتعي بالحياة. أوه لأ، أنا متأخرة. الهدف النهاردة 10,000 خطوة. مش كفاية، خليهم 12,000. أنا عارف أنا بقولك إيه. فيهو، كده كتير، يلا نبتدي التمرين. أنا خلاص تعبت. العداد عامل رقم كام؟ بس 8,000؟ مش كفاية. يا صاحبة الشعر الأحمر، بالراحة، أنا هساعدك. يلا نضيف بعض الألعاب. البينج بونج رياضة الملاك المفضلة. هايل، كده خطوات كفاية. واو، العداد بيقول إن أنا وصلت للهدف. أنا كنت بمشي وأنا نايمة تاني. أنا هرجع تاني لتمريني وأنا نايمة. أنا ممكن أروح المكتب على رجلي. استني، أنتي نسيتي الأوزان بتاعتك. خدي شوية كمان. هنضيف ملح خشن في أكياس بلوك. هنلف كام كيس في صوف أسود. أوه، ده مقلب شيطاني. ليه شنطتي تقيلة جداً؟ مش قادرة أعمل ده. أوه، كده أحسن. شكراً يا ملاك الحارس. يلا يا صاحبة الشعر الأحمر، أنا هساعدك. إيه يا ملاك، رئيسك طلبك. ألو، الحقوني. لما تكوني على التريدميل، الشيطان هيزود السرعة. اجري يا صاحبة الشعر الأحمر، اجري، والملاك هيجي علشان ينقذك. بهدوء يا حبيبتي، خلي بالك من الأنكلز بتوعك. مفيش أجازات، اتفضلي حطي بالتو الفارو. محتاجة تعري الوزن الزيادة. نسمة خفيفة هتساعدك إنك تحسي إنك أحسن. في الحالة دي هنرفع المستوى. التغليف البلاستيك أسلوب شيطاني ممتاز علشان خفض الوزن. اعري وانزلي في الوزن يا صاحبة الشعر الأحمر. مش ممكن أسيب التعذيب ده يحصل. خلاص، كفاية كده، يلا نفك التغليف ده. خلاص. وبس، أنا طلعت من على البورد. الشيطان بيحب يعمل حيل بسيطة شريرة. هي زميلنا الشيطان، ممكن البنت بتاعتنا تاكل أفوكادو؟ ده مفيد. طيب، أنا موافق. عظيم يا صاحبة الشعر الأحمر، عندي مفاجأة ليكي. جربي الأفوكادو الطري الجميل، ده ممتاز، هتشوفي ده مش صحي زي ما انتي متوقعة. إيه؟ هي دي كيكة؟ هنعمل قالب سيليكون أفوكادو نتبع التعليمات. هنغطي السطح الداخلي للقالب بجليس نفس لون قشرة الأفوكادو وندهن أكتر من طبقة. هنخلط 50 جرام شوكولاتة بيضة دايبة مع 7 جرام جيلاتين دايب و100 جرام كريم شانتيه. هنضيف ألوان طعام للخليط علشان يكون لونه زي قلب الأفوكادو، ونملى القالب بالموس. هنفرده بالتساوي ونسيبه يجمد، ونضيف فيه كورة شوكولاتة بدل البذرة. ده ألذ أفوكادو في الدنيا. شكرا يا ملاكي. إيه؟ خداعي كان فكرة سيئة.
أنا هصغر لك الجينز بتاعك نمرة أصغر تاني يا صاحبة الشعر الأحمر. الكيكة اللي بتحبيها، استمتعي. يامي، بحلم بيكي من أسبوع. مين اللي طالبني؟ ألو؟ يا صاحبة الشعر الأحمر، أنتي حلفتي إنك مش هتاكلي سكر. إيه؟ إيه اللي حصل للكيكة بتاعتي؟ دي مجمدة، هاخد سعرات حرارية من أي مكان، التلج مش هيوقف بنت جعانة. يلا! أعتقد إن أنا هاكل الكيكة دي بعد شهر لما التلج يدوب. ديليفري دونات رائع، دي هدية من الكون. بون أبيتي. أنا هكون كويسة حالاً، مش بالسرعة دي، أنا مراقب الكالوريز. إيه؟ ليه الدونات دي صغيرة قوي؟ هنفرد عجينة متخمرة في طبقة متساوية ونقطع دوائر صغيرة، هنعمل فتحات في النص، هنقليها في زيت غزير 30 ثانية على كل جانب، ونطلعها على مناديل ورق للتخلص من الزيت الزيادة، ونغمز الدونس في الجليز، ونزينها بألوان مختلفة من الجليز. لطيفة قوي، أنا لازم أكل الدونس الصغيرة دي. أنتي لازم تشكريني إن أنا ببعد عنك السكريات الزيادة، الدونس دي ممتازة. يوم عادي في المكتب، الشغل كتير جدا. فيو، الشغل خلص، ممكن اروح اتغدى. يا صاحبة الشعر الاحمر، استني، عندي شغل جديد. اهو لا، هفوت وجبة كمان، ده اسوأ حاجة. الساعة كام؟ الوقت اتأخر قوي وأنا ما أكلتش أي حاجة. ملاك، دي حركتك مش وحش، وده كش ملك هايل. استنى، الساعة 5 الصبح، وقت الصحيان. يلا يا صاحبة الشعر الأحمر، ده أول يوم ليكي في تنزيل وزنك، روحي علشان تجري. لأ، ده بدري جداً. نام يا صاحبة الشعر الأحمر، وانتي ارجعي يا روحي شريرة. رباط الشوز بتاعك مفكوك تاني؟ الشيطان بس عايزك تعملي لونج تاني. دي ليلة جميلة، يا صاحبة الشعر الأحمر، اصحي، يلا نبتدي تمرين، يلا، سيبيني في حالي يا روحي شريرة، احنا بنتفرج على كوميديا هايلة، اطلع برا. أوكي يا ملايكة. قوة الشر خلت المبنى كله ضلمة، يظهر إن الفيلم خلص، هضطر أعمل تمرينات في الضلمة. يا صاحبة الشعر الأحمر، ابني دراعتك شوية كمان، هايل، خلاص خلصنا، أنت بطلة، ودلوقتي تمارين البطن. هاي رولي بولي، خدي وزن. أوه لأ، دي تقيلة قوي. لكن الملاك الحارس هيخفف لك ألمك. شكراً يا ملاكي. هنقطع دايرة من الستايروفوم، هنفرك السطح بورقة الصنفرة، ونخلي الشكل ناعم. هنقص دايرة في النص، ونقطع رقم الوزن من ورق الفوم، ونلزقهم على السطح، ونلونها بألوان أكريليك. نعمل أشكال الأوزان من ألوان مختلفة، التمرين أسهل بكتير دلوقتي، أنا كده ممكن أحط 3 أوزان في نفس الوقت. يا صاحبة الشعر الأحمر، أنتي بتتمرني هايل، شكراً، أنا هخلص التمرين ده، وشكراً لبعض المساعدة الملائكية. رباط الشوز بتاعك اتفك تاني، اعملي لونج ربطيه. شايف فقدان الوزن في الحقيقة منتج شيطاني.
اتفضلي، لازم تشربيه كله وهتخسي فورا. اوه يا ربي، معدتي بتوجعني. الشاي ده كان ايه؟ الحقوني. الملاك فعلا عمل لصحبة الشعر الاحمر سموزي صحي. هنضيف 57 جرام من الكريز و115 جرام من التوت الاسود مع 280 جرام زبادي سادة. هنخلطهم في الخلاط ونصبه في الكوباية. اشربي ده، هتحس انك احسن بكتير. شكرا يا ملاك. او لا، باي فايد وبكتيريا بتهاجمني تاني. وبس، انا حاسه ان انا عيانه تاني. عجبكم ملاكنا وشيطاننا في النظام الغذائي الصحي؟ قولنا في التعليقات اذا كنتم ملتزمين بنظام غذائي ومين بيساعدكم اكتر، الملايكه ولا الشياطين. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان تتفرجوا على القصص السحرية من تروم تروم.